تشهد أسعار المحروقات بالمغرب انخفاضا جديدا يوم الاثنين، وذلك بعد تسجيل انخفاضات بسيطة خلال الأسابيع الأخيرة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أسعار المحروقات ستعرف انخفاضا قد يصل إلى درهم واحد. وتفيد ذات المعطيات بأن المهنيين يتوقعون تسجيل انخفاض بمقدار يتراوح بين 60 سنتيما ودرهم واحد لكل لتر واحد من الوقود. وكانت الأربعة أيام من الحملة التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي الداعية لخفض أسعار البنزين والغازوال وإعفاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش من منصبه كافية بالنسبة لمحطات المحروقات في المغرب لتخفيض أسعارها بأكثر من درهم واحد. والمثير للانتباه هي أن محطات أفريقيا المملوكة لأخنوش كانت الأولى التي شرعت في ذلك عند منتصف ليلة الجمعة السبت، لتبدو وكأنها تؤكد ما راج عبر الوسوم الثلاثة بأنها من الربح الذي تحققه هذه الشركة مبالغ فيه مقارنة بأسعار النفط في السوق الدولية. We'll be right back.